بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، إخواني أخواتي طلاب الانتساب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موعدنا الآن مع المحاضرة الثامنة في مقرر التفسير 3، وهي تتضمن تفسير سورة الممتحنة كاملة. إخواني أخواتي، سورة الممتحنة سورة مدنية، وعدد آياتها 13 آية. هذه السورة الكريمة حددت موقف المسلمين من المشركين تحديدا تاما، من ناحية الصلة والمودة، ومن ناحية القتال والمسالمة، ومن ناحية العلاقة الزوجية القائمة بين المسلم وغيره، وكيف بايع النبي صلى الله عليه وسلم النساء. وختمت السورة الكريمة كما بدأت بالنهي عن موالاة الكفار. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل، إلى آخر الآيات الكريمات. لصدر هذه السورة الكريمة إخواني أخواتي سبب نزول. قصة ذلك هي قصة حاطب بن أبي بلتعة، وكان رجلا من المهاجرين، كان من أهل بدر أيضا، وكان له بمكة أولاد ومال، لكنه لم يكن من قريش أنفسهم. فلما عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على فتح مكة، لما نقض أهلها العهد معه صلى الله عليه وسلم، أمر المسلمين بالتجهيز لغزوهم، وقال: اللهم عم علينا خبرنا، اللهم عم عليهم، يعني على أهل مكة، خبرنا. فعمد حاطب هذا فكتب كتابا وبعثه مع امرأة من قريش إلى أهل مكة يعلمهم بما عزم عليه النبي صلى الله عليه وسلم من غزوهم، ليتخذ بذلك عندهم يدا، يعني ليتودد بذلك إليهم، حيث إنه خاف على أولاده وعلى أمواله، فلم يكن من قبيلة قريش أو من قبائل قريش. أخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن علي رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمقدام رضي الله عنه، فقال: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ، فإن بها ضعينة، هذا مكان يسمى روضة خاخ، فإن بها ضعينة معها كتاب فخذوه منها. يقول: فانطلقنا تعادي بنا خيلنا حتى أتينا الروضة، فإذا نحن بالضعينة، يعني بالمرأة، قلنا لها: اخرج الكتاب. قالت: ما معي كتاب. قلنا: لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب، أي عنك. قالت: فأخرجت الكتاب من عقاصها، فأخذنا الكتاب فأتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعة إلى أناس من المشركين بمكة يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا حاطب، ما هذا؟ قال: لا تعجل علي، إني كنت امرأً ملصقا في قريش ولم أكن من أنفسهم، وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون أهليهم بمكة، فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ فيهم يدا يحمون بها قرابتي، وما فعلت ذلك كفرا ولا ارتدادا عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه صدقكم. فقال عمر: دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال صلى الله عليه وسلم: إنه قد شهد بدرا، وما يدريك لعل الله اطلع على إلى أهل بدر
فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ونزل فيه قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. الحديث أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. وروضة خاخ هذا مكان على بعد قليل من المدينة المنورة، ومعنى أخرجت الكتاب من عقاصها أي أن المرأة أخرجت الكتاب من ضفائر شعرها. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، أياما آمنتم بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، لا تتخذوا الكفار الذين هم أعداء محاربون لله ورسوله، لا تتخذوهم أولياء وأصدقاء وأخلاء، فإن من علامات الإيمان بغض أعداء الله لا مودتهم وصداقتهم. هذه الآية كقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. في هذه الآية الكريمة تهديد شديد ووعيد أكيد لأولئك الذين يتخذون أعداء الله وأعداء رسوله أولياء. ولهذا قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم عذر حاطب، لأنه لما ذكر أنه يعني صنع ذلك ليس كفرا ولا ارتدادا عن الإيمان، إنما فعل ذلك مصانعة لقريش لأجل ما كان له عندهم من الأموال والأولاد، لأجل هذا عذره النبي صلى الله عليه وسلم. لكنه إخواني أخواتي لا يخفى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد سامح حاطبا رضي الله عنه، لأنه لم يكن يعرف الحكم، لم يكن حاطب رضي الله عنه يعرف حكم هذه الخيانة. قال المفسرون نزلت هذه الآية الكريمة عتابا لحاطب وزجرا عن أن يفعل أحد مثل فعله، وفيها مع ذلك تعريف له، لأن الله شهد له بالإيمان في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا. ففي الآية ثناء على حاطب ومعاتبة له، لكنه ما صنع ذلك عمدا ولا حتى نسيانا، لكنه كان جاهلا بالحكم. قوله تعالى تلقون إليهم بالمودة أي تحبونهم وتودونهم وتصادقونهم مع أنهم أعداء لله ورسوله. قوله وقد كفروا بما جاءكم من الحق أي والحال أنهم كفروا بالحق الذي لا شك فيه ولا مرية، حيث كفروا بالله ورسوله وكتابه مع أنه الحق الواضح والبرهان الساطع. قوله يخرجون الرسول وإياكم، هذه جملة مستأنفة لبيان كفرهم، أو هي جملة في محل نصب على الحال والمعنى، معنى العبارة. والحال أنهم من عداوتهم البليغة قد أخرجوا الرسول صلى الله عليه وسلم من داره، وأخرجوكم أيها المؤمنون من دياركم. قوله أن تؤمنوا بالله ربكم أي يخرجونكم لأجل إيمانكم بالله ربكم، أو كراهة أن تؤمنوا بالله ربكم. قال الحافظ ابن كثير أي لم يكن لكم عندهم ذنب إلا إيمانكم بالله رب العالمين. قوله تعالى إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي، هذه جملة شرطية حذف جوابها، والتقدير إن كنتم خرجتم مجاهدين في سبيلي طلبا لرضواني فلا توالوا أعدائي وقد يخرجوكم من دياركم وأموالكم. ثم أخبر الله تعالى عباده المؤمنين بشدة عداوة الكافرين واستحكامها في قلوبهم، فقال الله سبحانه وتعالى هم يعادون المؤمنين، فأخبر الله عز وجل المؤمنين بذلك إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء وأبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون، أي إن يظهروا بكم ويتمكنوا منكم أيها المؤمنون، يظهروا ما في قلوبهم من العداوة الشديدة لكم، ويمدوا إليكم أيديهم بالضرب والقتل وألسنتهم بالسب والشتم، وقد تمنوا أن ترتدوا وتكفروا لتكونوا مثلهم، فعداوتهم لكم كامنة وظاهرة، فكيف توالون مثل هؤلاء؟ وهذا تهييج للمؤمنين على عداوة الكافرين.
ثم حذر الله تعالى من موالاة الكفار حتى ولو كانوا من الأرحام، فإن ذلك لن ينفع يوم القيامة يوم الفصل والقضاء. يقول الله سبحانه وتعالى: لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم، أي لن تنفعكم قراباتكم عامة ولا أولادكم خاصة إذا أرضيتموهم بما يسخط الله تعالى. ومن وافق أهله على الكفر ليرضيهم فقد خاب وخسر وضل عمله. قوله تعالى: يوم القيامة يفصل بينكم، أي يوم القيامة يحكم الله تعالى بين المؤمنين والكافرين، فيفرق بينهم، فيدخل أهل طاعته الجنة وأهل معصيته النار. ولما نهى الله سبحانه عن موالاة المشركين وذم من وقع من المؤمنين في ذلك، ضرب الله تعالى للمؤمنين مثلا بسيدنا إبراهيم عليه السلام وبأتباعه حين تبرأوا من قومهم المشركين، فقال الله تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم إلى آخر الآية. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، أي قد كانت لكم يا معشر المؤمنين قدوة حسنة في الخليل إبراهيم عليه السلام وفي أتباعه الذين آمنوا معه، إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، أي حين قالوا للكفار تبرأنا منكم ومن كل ما تعبدونه من دون الله، كفرنا بكم، أي كفرنا بدينكم وطريقكم، وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا، أي وقد ظهرت العداوة والبغضاء بيننا وبينكم ما دمتم على كفركم، فنحن أبدا نتبرأ منكم ونبغضكم حتى تؤمنوا بالله وحده، أي إلى أن توحدوا الله فتعبدوه وحده لا شريك له وتخلعون ما تعبدون معه من الأوثان والأندان. قوله: إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء، أي لكم في إبراهيم وقومه أسوة حسنة تتأسون بها إلا في استغفار إبراهيم لأبيه، فإنه إنما كان عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، وذلك أن بعض المؤمنين كانوا يدعون لآبائهم الذين ماتوا على الشرك ويستغفرون لهم ويقولون إن إبراهيم كان يستغفر لأبيه، فأنزل الله عز وجل قوله تعالى: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم، الآية 114 في سورة التوبة. وقال الله تعالى في هذه الآية الكريمة التي معنا: إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء، أي ليس لكم في ذلك أسوة، أي في الاستغفار للمشركين. وفي ذلك قال ابن عباس ذلك وقاله غير واحد من السلف، أي ليس لكم أسوة في ذلك القول أو الاستغفار الذي صار من سيدنا إبراهيم لأبيه، أي لا يجوز لكم أن تستغفروا للمشركين. قوله تعالى: وما أملك لك من الله من شيء، هذا من تتمة كلام إبراهيم عليه السلام لأبيه، يعني ما أغني عنك وما أدفع عنك من عذاب الله شيئا، وفي ذلك ما فيه من إظهار العجز وتفويض الأمر لله تعالى. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، هذا من دعاء إبراهيم وأصحابه الذين معه، وهذا مما فيه أسوة حسنة يقتدى به عليه السلام فيها، ويجوز أن يكون ذلك تعليما للمؤمنين أن يدعوا بهذا الدعاء والمعنى: ربنا عليك اعتمدنا في جميع الأمور وإليك رجعنا وتبنا وإليك المرجع والمعاد في الآخرة. قوله تعالى: ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم، أي ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، معناها لا تسلطهم، يا ربنا لا تسلطهم علينا فيفتنون عن
يعني يفتنوننا عن ديننا، أو لا تعذبنا بأيديهم ولا بعذاب من عندك. وقوله تعالى واغفر لنا ربنا أي واستر ذنوبنا عن غيرك واعف عنا فيما بيننا وبينك، إنك أنت العزيز أي القاهر لكل شيء. وقيل الذي لا يضام من لاذ بجانبه والتجأ إليه، الحكيم في أقوالك أي في أقوالك وأفعالك وشرعك وقضائك وقدرك. قوله تعالى لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد، أي لقد كان لكم في إبراهيم والذين معه من المؤمنين قدوة حسنة في التبرؤ من الكفار لمن كان منكم يرجو ثواب الله تعالى ويخاف عقابه في الآخرة. ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد، أي ومن يعرض عما أمره الله به فإن الله هو الغني عن خلقه الحميد إلى أوليائه المحمود في ذاته وصفاته وجميع أقواله وأفعاله. ثم نبه الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين إلى أمر مهم بعد أن أمرهم بعداوة الكفار، فقال عز وجل عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم، أي لعل الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم من أقاربكم المشركين محبة بعد البغضاء ومودة بعد النفرة وألفة بعد الفرقة. وهكذا حدث حيث أسلم قوم منهم بعد فتح مكة وحسن إسلامهم ووقعت بينهم وبين من تقدمهم في الإسلام مودة وجاهدوا في الله حق الجهاد. قوله تعالى والله قدير أي قدير على ما يشاء، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. والله غفور أي كثير المغفرة، يغفر الذنوب ويستر العيوب لمن تابوا وأنابوا وأسلموا إلى ربهم، غفور رحيم كثير المغفرة كثير الرحمة، أرحم بعباده من الوالدة بولدها. لما نزلت هذه الآيات التي توجب عداوة معاداة الكافرين وعدم موالاتهم، وقعت من المؤمنين كل موقف وقاموا بها أتم القيام، وتأثموا من صلة بعض أقاربهم المشركين، وظنوا أن ذلك داخل فيما نهى الله عز وجل عنه، الصلة يعني صلة أرحمهم المشركين، ظنوا أن ذلك داخل فيما نهى الله عز وجل عنه، فأخبرهم الله عز وجل أن صلة أرحامهم من المشركين لا تدخل فيما حرمه الله من المودة والمحبة لهم. قال تعالى في شأن ذلك لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، يعني لا ينهاكم الله عن الإحسان إلى الكفار الذين لا يقاتلونكم في الدين ولا يخرجوكم من دياركم سواء كانوا من أقاربكم أو من غيرهم أن تبروهم يعني أن تحسنوا إليهم. وفي ذلك ما خرجه الشيخان عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت قدمت أمي وهي مشركة في عهد قريش إذ عاهدوا، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن أمي قدمت وهي راغبة يعني عن الإسلام أفأصلها؟ قال نعم صلي أمك. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث أخرجه الشيخان. معنى وتقسطوا إليهم يعني وتعدلوا فيما بينكم وبينهم إن الله يحب المقسطين أي يحب العادلين. ثم ذكر الله تعالى من تجب معاداتهم ولا تحل موالاتهم بحال من الأحوال، فقال إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون، أي إنما ينهاكم الله عن موالاة هؤلاء الذين ناصبوكم العداوة وقاتلوكم لأجل دينكم وأخرجوكم من دياركم وأعانوا أعداءكم على إخراجكم، ينهاكم عن أي شيء؟ ينهاكم أن تتولوهم فتتخذوهم أولياء ونصراء وأحبابا. ثم أكد الله الوعيد على موالاتهم فقال ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون، أي فأولئك هم الكاملون في الظلم لأنفسهم ولغيرهم لأنهم تولوا أعداء الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم تأتي بعد ذلك الآيات فتتحدث عن المهاجرات من النساء ومبايعة النبي صلى الله عليه وسلم لهن، فيقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا
إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن إلى آخر الآيات، أي فاختبروهن لتعلموا صدق إيمانهن. قال المفسرون: كان صلح الحديبية الذي جرى بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفار مكة قد تضمن أن من أتى أهل مكة من المسلمين لا يرد إليه، ومن أتى المسلمين من أهل مكة يعني المشركين يرد إليه. فجاءت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط مهاجرة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فخرج في أثرها أخواها عمارة والوليد، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: ردها علينا بالشرط الذي بيننا. فقال صلى الله عليه وسلم: كان الشرط في الرجال لا في النساء، فأنزل الله هذه الآية. الله أعلم بإيمانهن، أي الله أعلم بصدقهن في دعوى الإيمان، لأنه المطلع على قلوبهن. فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، أي فإن علمتم ذلك بحسب الظاهر بعد الامتحان الذي أمرتم به فلا تردوهن إلى أزواجهن إلى أزواجهن الكافرين. كنا يعني الامتحان فامتحنوهن، قيل كنا يستحلفن بالله ما خرجن بغضا لأزواجهم، ولا رغبة من أرض إلى أرض، ولا التماس لالتماس دين يعني الدنيا، بل خرجن يعني لالتماس دين حبا في الله ولرسول وفي رسوله ورغبة في دين الإسلام. إذا حلفت المرأة كذلك أعطى النبي صلى الله عليه وسلم زوجها مهرها وما أنفق عليها ولم يردها إليه. فكان الامتحان يعني أن تحلف بالله أنها ما خرجت لطلب دنيا ولا لتغيير أرض، إنما خرجت لتؤمن بالله ورسوله. كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤمنها ويأخذها في حلف المسلمين ويرد على زوجها الكافر مهرها وما أنفق عليها. يقول الله تعالى: فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، يعني إن علمتم ذلك بحسب الظاهر، الله يتولى السرائر، امتحنتموهن فحلفن بالله فلا تردوهن بعد ذلك إلى أزواجهن الكافرين، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. يعني لا تحل المؤمن للمشرك، ولا يحل للمؤمن نكاح، ولا يحل للمؤمن نكاح المشركة. وآتوهم ما أنفقوا، يعني أعطوا أزواج هؤلاء اللاتي هاجرن وأسلمن من النساء، يعني آتوا أزواجهم مثل ما أنفقوا عليهن من المهور. ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن، يعني ولا حرج ولا إثم عليكم أن تتزوجوا هؤلاء المهاجرات، لأنهن قد صرن من أهل دينكم إذا دفعتم لهن مهورهن، طبعا وذلك بعد انقضاء عدتهن كما تدل عليه أدلة وجوب العدة. ولا تمسكوا بعصم الكوافر، هذا تحريم من الله تعالى على عباده المؤمنين أن ينكحوا المشركات أو أن يستمروا في نكاحهن. ولا تتمسكوا بعقود زوجاتكم الكافرات، فليس بينكم وبينهم عصمة ولا علاقة زوجية. قوله تعالى: واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا، يعني اطلبوا أيها المؤمنون ما أنفقتم من المهر إذا لحقت أزواجكم بالكفار، وليطلبوا هم أي المشركون ما أنفقوا على زوجاتهم المهاجرات. ذلك حكم الله يحكم بينكم، أي ذلكم المذكور من إرجاع المهور من الجهتين، حكم الله العادل بينكم وبين أعدائكم، والله عليم حكيم، أي بليغ العلم لا تخفى عليه خافية، بليغ الحكمة في أقواله وأفعاله، يشرع لخلقه ما تقتضيه الحكمة البالغة. قوله تعالى: وإن فأتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. يعني وإن فرت زوجة أحد المسلمين وارتدت ولحقت بالكفار فعاقبتم، يعني فكانت لكم العقبة، فغزوتم وأصبتم من الكفار غنيمة، فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا، يعني فأعطوا لمن ارتدت زوجته ورجعت إلى الكفار مثل الذي أنفقه عليها من المهر، هذا من الغنيمة التي بأيديكم. قوله تعالى: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. قال المفسرون:
لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة جاء نساء أهل مكة يبايعنه على الإسلام كما بايعه الرجال، فنزلت هذه الآية الكريمة: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا، يعني قاصدات لمبايعاتك على ألا يشركن بالله شيئا من الأشياء كائنا ما كان، ولا يسرقن ولا يزنين، يعني ولا يرتكبن جريمة السرقة ولا جريمة الزنا التي هي من أفحش الفواحش، ولا يقتلن أولادهن على ما كانت تفعله الجاهلية من وأد البنات، ولا يأتين، وهذا أيضا يشمل قتله بعد وجوده كما كان أهل الجاهلية يفعلون، ويعم أيضا قتله وهو جنين كما يفعله الجاهلات من النساء تطرح نفسها لئلا تحبل، ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، يعني ولا يلحقن بأزواجهن غير أولادهم. كانت المرأة إذا خافت مفارقة زوجها لها لعدم الحمل التقطت ولدا ونسبته لها ليبقيها عنده، فالمراد بالآية اللقيط وليس المراد بها الزنا لتقدمه في النهي صريحا. قال الله تعالى: يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، لأن الولد إذا وضعته الأم سقط بين يديها ورجليها. ولا يعصينك في معروف، أي ولا يعصينك في كل أمر هو طاعة لله، فلا يخالفن أمرك فيما أمرتهن به، ولا يخالفن نهيك عما نهيتهن عنه، بل يسمعن ويطعن. فبايعهن، أي إذا بايعنك على هذه الأمور فبايعهن واستغفر لهن الله، أي واطلب لهن من الله المغفرة، إن الله غفور رحيم، أي بليغ المغفرة عظيم الرحمة. وفي آخر هذه السورة الكريمة ينهى الله تبارك وتعالى عن موالاة الكافرين كما نهى عنها في أول السورة الكريمة، فيقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم، يعني يا معشر المؤمنين لا تصادقوا الكفرة أعداء الدين، والمقصود جميع طوائف الكفر ممن غضب الله عليهم ولعنهم، لا تتخذوهم أحباء وأصدقاء توالونهم فإنهم قوم غضب الله عليهم ولعنهم، قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب الكفور من أصحاب القبور، أي أولئك المغضوب عليهم قد يئسوا من ثواب الآخرة ونعيمها، لأنهم لا يوقنون بالآخرة البتة بسبب كفرهم، كيأسهم من بعث موتاهم لاعتقادهم عدم البعث. وقيل: كما يأس الكفار الذين قد ماتوا منهم من الآخرة لأنهم قد وقفوا على الحقيقة وعلموا أنه لا نصيب لهم في الآخرة. إلى هنا تم تفسير سورة الممتحنة، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، والله تبارك وتعالى أعلم. ونلتقي في المحاضرة القادمة مع سورة الصف، وهي المحاضرة 9 بإذن الله تبارك وتعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.